المجنون بتاع المقالب. الفيديو بتاع النهارده كان مولع نار. لو عايز تكون من جيش المقارين افجر جيش على اليوتيوب كله فانت لازم تكمل الفيديو للاخر. السلام عليكم يا كمان بجد الفيديو بتاع النهارده هيتعمل كوره. في ناس كتير قوي بتحب الكوره عندنا فقررنا النهارده نعمل كوره، ويعني بالذات اللي احنا موهوبين كلتنا، انا موهوب والراجل ده موهوب وده اهم حاجه. الراجل ده 100 100 هتشوفوه النهارده يخرب الدنيا ومعانا غرابه 100 100. فكره التحدي بتاعتي النهارده هتكون بينا احنا الاربعه، احنا السبعه. فكره التحدي هتكون احنا السبعه. نظام التحدي بتاع فيديو النهارده هيكون ثلاث تحديات: تحدي هيكون ضربات جزاء، وتحدي هيكون فاولات، وتحدي هيكون واحد ضد واحد، هاروم وسط هاروم حاجه زي كده. دلوقتي هنبدا التحدي بسرعه كده، مش عايزين نعوض عليكم. هنبدا التحدي ضربات جزاء، هنقسم الوقت الفرقه وهنبدا التحدي. انا وكهربا وقفنا واختار، وانا اختار، والناس اللي هي ورا الكاميرا دلوقتي اختار. انا اختار ولا انت؟ بسرعه اخترت احمد، تعالى يا نور. اخترت السك، اخترت زلزال، ابراهيم. بس كده المفروض اللي احنا 4 4 4 4 نبدا دلوقتي ضربات جزاء. دلوقتي هنبدا تحدي ضربات جزاء، ونبدا انا اللي اشوط والراجل ده يقف بقى على حسب الوقت. كان المفروض اللي اول كوره جت لينا والوقت هم اللي هيشوطوا، وكان السك والله يقف لك يا جماعه. اعملوا وقت المفروض اللي كده، يعني احنا ضيعنا كوره هم ضيعوا كوره وانا جبت كوره، دي الكوره الثانيه ليهم، هنشوف اللي هيحصل. يلا اللي هيشوط، اللي هيشوط يلا. احييكم نور 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 ملك الضم، ملك الضم. الصف الصف دخل اكس الصف، مش كوره هسيب المجنون جابها. مش الوقت المفروض اللي هو التحدي الثاني. دلوقتي انا ضيعت اول كوره في الفاول، اهو الحته بتاعتي وقفت هناك. ومين اللي هيشوط؟ كهربا اللي هيشوط اول شوطه. الله نور. دلوقتي اللي هيشوط اول شوطه قول لي كده. ولد يا ولد.
المفروض اللي احنا ضيعنا ثلاث كور هم ضيعوا ثلاث كور. هنلعب بقى كوره وكوره في تحدي الفاولات. اهو الاثنين دول في حيطه وفي كهرباء واقف جول دلوقتي. انا راشد كرمك يا دين النبي. معلش المهم انها كانت هتيجي. كانت هتيجي بس هو النصيب نصيب المفروض دلوقتي لما هقف بعد ما جبت الكوره في العارضه اللي هي ال 120 جبتها ولا تلاف. يلا هبا يلا عجبها. المفروض دلوقتي اللي احنا هنشوط نفس الفاول اللي احنا كنا بنشوط، لكن الحيطه اللي كانت واقفه هنا شلناها وبقى في جون واحد بس، وهو اللي هيشوط نفس الفاول من نفس مكان الفاول في 90. يعني زي ايه في 90؟ بس انا جبتها في ال 100 وال 13. يا دجاجل اضربوه اضربوه اضربوه. قربوا ودي كوره حتت الجول. لا حلو حلو حقيقي. احنا كده كسبنا اول تاني تحدي اللي هم كسبوا اول تحدي ضربات جزاء، وكسبنا احنا تاني تحدي اللي هو تحدي الفاولات. هنشوفوا دلوقتي تحدي حلو نعمله لكم، تحدي المهارات. هيكون تحدي المهارات، واحد يعمل مهاره من هنا واحد يعمل مهاره من هنا، واللي هيكسب هيكون كسب التحديات كلها. وتكتبوا لي التحديات. هنبدا التحدي. المفروض يا جدعان انا وكهرباء هنعمل مهارات. يعني هو المهم انها كانت هتيجي. كانت هتيجي بس هو النصيب نصيب النصيب. مكار 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 م